نتناول يخنا ساخن الليلة. ها؟ ستذهبون جميعا إلى الجبل؟ صباح الخير يا سيدة ملعقة. نونو يتزلج إذن؟ نعم، أنا أعلمه التزلج منذ أسبوع، لكنه لا يريد أن يتعلم ويرفض رفضا باتا. صحيح، فنحن نأخذه معنا إلى قمة المنحدر ونستعد للتزلج، أما هو فيترك مزلاجه ينزلق فحسب. قد يكون السبب في أن تعليمكم سيء. هذا ليس صحيحا، انظر إلى بندق، إنه ثاني في دروس التزلج. كنت الأولى في قريتنا. صحيح، لكنني عندما كنت في مثل عمركم حصلت على الجائزة الأولى في التزلج. ياه رائع، مظهرك لا يدل على ذلك. اسمعوا جميعا، دعونا نجعل السيدة ملعقة تعلم نونو. فكرة رائعة. انتظروا قليلا، انتظروا لحظة، لم أقصد. أرجوك يا سيدة ملعقة. أرجوكي. حسنا، لا بأس. أنا لا أحب التزلج. سيدة ملعقة، يوجد هناك منحدر خطر، لذلك أرجو أن تنتبهي له. أعرف بذلك، لا تقلقي. حسنا، نحن ذاهبون للتزلج في الجهة الأخرى، ولهذا أرجو أن تهتمي بنونو. وهو كذلك. والآن يا نونو، إذا حاولت جاهدا سأعلمك التزلج في يوم واحد فقط. لا أستطيع، وأنا لا أحب التزلج. لكن يا نونو، في البلاد الباردة إذا لم تكن تعرف التزلج لا تستطيع الذهاب إلى أي مكان. أعرف كيف أتزلج، أريد أن أذهب إلى البيت. لكن يا نونو، إذا لم تتعلم التزلج سوف تبقى في المنزل طوال فصل الشتاء، سيلعب الأطفال جميعا، أما أنت فستبقى وحدك في البيت ولن يلعب معك أحد. لكن وعندما يأتي الربيع تكون عضلاتك قد ارتخت فلا تقوى على الركض، ولن يرغب أحد باللعب معك. حسنا يا نونو، سأوصلك إلى بيتك لتبقى هناك وأعود. حسنا، سوف أتزلج. حسنا، والآن راقبني جيدا يا نونو. مهارات الثلج. الانحراف. ارتكاب الأخطاء هو أقرب الطرق للتعلم الصحيح. وهذه القافلة. والآن جرب أنت يا نونو. والآن إلى الأمام. أنا خائف. نونو لا تخف، هيا إلى الأمام، سأكون خلفك تماما. لكني خائف. تصرف كرجل. عمري سنتان فقط. حسنا إذن، هل نذهب إلى البيت؟ بل سأتزلج. ممتاز، هيا بنا إذن. هيا. رائع، أحسن، رائع يا نونو. استدر إلى اليمين، سوف تنتهي في الغابة. لكني لا أستطيع أن أستدير. صحيح، فأنا لم أعلمك كيف تستدير بعد، يجب أن أسرع. نونو اتكئ على العصا. لقد نجوت، والآن نونو، أين نونو؟ نونو. خالتي أنجتا. هذا صوت نونو، يجب أن أسرع. ما هذا التوقيت السيء؟ هذا الذئب الشرس. ياه، ماذا أفعل؟ إذا رأى نونو سوف يأكله بالتأكيد، يجب أن أجد نونو. ها؟ هذا نونو. لا أستطيع أن أذهب إليه بهذا الشكل. نونو
كيف حالك؟ أجر الثلج، أجر الثلج. قف، لا نستطيع أن نضيع الوقت، فقد رأيت ذئبا هناك. ذئب؟ إنه شرس، أنا خائف من الذئب. ولهذا السبب يجب أن نهرب بسرعة. كيف سنهرب من هنا؟ على الثلاجات. لا أحسن التزلج. يجب أن تتزلج، يجب أن تتزلج. الآن افعل ما أطلبه منك. ابني ركبتيك الآن. أحسن، أحسن. اضغط على رجلك اليمنى واحني كتفك الأيسر. أحسن، أحسن. نونو توقف الآن. لا أستطيع أن أتوقف. أعتقد أنني جاية. نونو؟ نونو؟ غارتي، أنا لا أحب التزلج. لكن يا نونو، أنت عبقري في التزلج.